مرحبا بكم في فقرة الاستفتاء، رأيك مؤثر. في الاستفتاء الماضي طرحنا سؤالا، وهو هل تواجد رجال هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الأماكن العامة مصدر أمان لك؟ وقد وصلتنا مشاركات عديدة على الموقع كالتالي أو كالآتي هي نتائجها. أولا، أجاب بنعم 95% وأجاب بلا 2%، وكانت الإجابات المحايدة 3%. ومعنا للتعليق على هذه النتيجة الأكاديمية الدكتورة منيرة القاسم، وهي عضو هيئة التدريس بجامعة نوره. دكتورة منيرة، استمعتي للسؤال والنتيجة، فما تعليقك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني هو شعيرة من شعائر الإسلام، لا نختلف في ذلك. ذكرت نصا في القرآن الكريم وهي يعني فرض كفاية في المجتمع المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ختمت الآية بالفلاح، والفلاح هو بلا شك هنا فلاح للفرد والمجتمع على حد سواء. وردا على سؤالكم أو على نتيجة هذا الاستفتاء الذي قمتم به مشكورين، أنا أيضا أقول نعم وبلا شك وجودهم ضرورة. فمع إيماني يعني ببذرة الخير موجودة لدى الناس، يعني لدى الجميع، يعني نحن لا نشكك أحد أو نقول إحنا يذهبون ويراقبون، ولكن الشيطان يحرص على إفساد الناس والتحريش بينهم، يحرص على أن يجرهم لما يغضب الله سبحانه وتعالى، يستغل يعني أو الشهوات قد تنشط وتضعف، يضعف الإيمان مع وسوسة الشيطان، تأتي هنا المصيبة والمشكلة. يحرص الشيطان على أن يأتي على أن يعني أن يأتون محارم الله، وذلك يعني الأمر معرض له الرجل والمرأة سواء كان شابا أو رجلا يعني بالغا كبيرا. من واقع مشاهداتي متابعاتي لإنجازات الهيئة وما تقوم به من دور فاعل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنا أرى يعني وأقول يعني بكل يقين وبكل تأكيد أن تواجدهم من وجهة نظري ضروري جدا في الأماكن العامة وفي الأسواق، يعني إذا يعني ما استخدموا سلطاتهم وصلاحيتهم يعني بكفاءة عالية وبمهنية عالية، فهم يعني سد منيع بعد الله سبحانه وتعالى لحفظ المسلمين من الوقوع في المعصية والمنكر في الأماكن العامة. ودورهم كما هو ملاحظ يعني ملاحظ ليس مني فقط، نحن نرى ونسمع يعني دورهم وقائي وعلاجي في نفس الوقت. فكم أنقذوا من ضحية وقعت بين يدي إنسان لا يخاف الله سبحانه وتعالى، وكم منع أيضا تواجدهم أصحاب النوايا السيئة من يعني اتيان يعني ما فيه إفساد للمجتمع. من ناحية أخرى يعني تواجدهم يعني هذا ليس كلامي فقط، أنا سمعته في أكثر من مكان وفي أكثر من مجلس، يقول تواجدهم يعطي المكان هيبة، فلا يتجرأ شخص أن ينتهك محارم الله يعني وهم موجودين. إذا طبعا إذا ضعف الإيمان ضعفت مراقبة الله سبحانه وتعالى عند بعض الناس، هم يحتاجون إلى مراقبة خارجية. أنا شخصيا أشعر بالطمأنينة عند رؤيتهم في الأماكن العامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء ويعينهم على واجبهم وينفع بهم، وأن نعطيهم ونقدم حقهم، وأن أيضا يعني أرى ضرورة أيضا أن احنا نعدهم ونهيئهم لهذه الشعيرة التي هي من شعائر الإسلام، بحيث يكونون على كفاءة عالية. وكم من المجتمعات التي تغبطنا على تواجدهم ويتمنون أن يكون لديهم. شكرا دكتورة منيرة القاسم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وعلى هذه الاستفتاء. ولهذه الحلقة استفتاء جديد. قرابة العام مر على قرار الإلزام بتأنيث المحلات، وقد انقسمت الآراء بعد هذه التجربة إلى من ينادي بضرورة التوقف عن هذا القرار لما رأينه من النتائج السلبية التي صاحبت تلك التجربة وضرب لهوية المجتمع وقيمه، بينما رأى آخرون أنها تجربة في الاتجاه الصحيح لمجتمع منفتح. ورأيك أنت بعد عام من تأنيثها، هل تؤيدين استمرار قرار تأنيث المحلات؟ للإجابة عن هذا السؤال تكون بنعم ولا ومحايدة. للمشاركة في الإجابة عن استفتاء هذه الحلقة نرجو زيارة موقع مركز باحثات لدراسات المرأة. رأيك مؤثر فشاركي معنا.